استقبل سمو الشيخ علي بن خليفه ال خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ سلمان بن خليفه ال خليفه مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد ال خليفه واحفاد صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رحمه الله في قاعده الاسخير الجويه اليوم استقبل معالي الشيخ مبارك جابر الاحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ فهد جابر الاحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ مشعل جابر الاحمد الجابر الصباح الذين وصلوا من دوله الكويت الشقيقه لتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله. وأعرب معالي الشيخ مبارك جابر الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ فهد جابر الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح عن خالص التعازي والمواساه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله. منوهين إلى علاقات المحبة والمودة التي كانت تربطه طيب الله ثراه بالكويت وشعبها، وما كان يليه من حرص على توطيد هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات. سائلين المولى عز وجل يتغمد سموه بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وجميع ابناء شعب البحرين الصبر والسلوان من ناحيته عبر سمو الشيخ علي بن خليفه الخليفه عن خالص شكره وتقديره لمعالي الشيخ مبارك جابر الاحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ فهد جابر الاحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ مشعل جابر الاحمد الجابر الصباح على مشاعرهم النبيله وتعازيهم الصادقه التي تعكس عمق علاقات الاخوه التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا سموه لدوله الكويت وشعبها الشقيق دوام الرفعه والازدهار في ظل قيادتها الحكيمه حضر اللقاء سعاده الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح سفير دوله الكويت لدى مملكه البحرين